التاسعة صباحا في القاهرة موجز الأخبار، أهلا بكم. استقبل رئيس فيتنام ترونغ تان سانغ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي بالعاصمة هانوي، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عقبها مباحثات ما بين وفدي البلدين. وقد عقد زعيمان مؤتمرا صحفيا عقب المباحثات. كان الرئيس السيسي قد وصل في وقت سابق من صباح اليوم للعاصمة الفيتنامية هانوي، حيث قام فور وصوله بوضع إكليل من الزهور على قبر الزعيم الفيتنامي هوت شي مين، كما وضع إكليلا من الزهور على أضرحة أبطال الوطن. قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إن العلاقات المصرية الصينية تعد نموذجا إيجابيا في المجالات المختلفة، لا سيما في التجارة وتبادل الخبرات. وأوضح في كلمته بحفل افتتاح معرض الصين والدول العربية أن مصر تتفق مع توجه الصين في تحليل التجارة على مستوى العالم، وأكد حرص مصر على زيادة التعاون مع الصين في مجالات التجارة كافة. يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية ومناقشة لعدد من مشروعات القوانين التي من بينها مشروع قانون الموارد المائية والري. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي البنتاغون أدريان جالاوي أن قافلة تنظيم داعش الإرهابي التي تحاول الوصول للحدود مع العراق ما زالت تحت مراقبة التحالف الدولي. وقال أن الولايات المتحدة تحترم قواعد النزاع في سوريا والاتفاق مع موسكو بعدم قصف القافلة بسبب وجود الأطفال والنساء، وأشار إلى أن القافلة انقسمت في الوقت الحالي إلى مجموعتين، الأولى اتجهت نحو تدمر والثانية بقيت في الصحراء قرب معبر البوكمال على الحدود العراقية السورية. ناتو أفادت مصادر أمنية في اليمن بمقتل قائد جبهة صرواح إسماعيل الشعباني أثر استهداف عربته بغارة جوية في المنطقة. في نفس السياق أعلنت مصادر عسكرية ميدانية مقتل 10 مسلحين مع إصابة آخرين من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك مع القوات الشرعية في صرواح بمحافظة مأرب. وفي صنعاء قتل وأصيب عدد من المتمردين في مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية. نهاية موجز الأخبار، شكرا لكم وإلى ملتقى.